بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أوسيم زد، الحلقة 20 من بيكام ليجند. طبعاً كثير 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 كثير، وهذه يعني بأوعدكم لأن أعرف في ناس خلاص قالوا ريان خلاص ترك فليتها، كل يومين مغير شعرك. في كثير قالوا إن شعر ما عجبنا، أحسك خكري، ما أدري أنت بنفسيات ولا أنا اختيار أبي كلب، بس خلاص برجع للي كنت عليه اللي هو قصة إبراهيموفيتش. برجع لها اللي هي هذه قصتنا الأساسية، أول قصة استعملناها هذه هي، وأتوقع أني ما راح أغيرها حتى لو أنتقل برشلونة أروح ريال مدريد أروح باريس سان جيرمان أطقم مع إبرة، نفس ما عندي أي مشكلة، بأستمر على هذه القصة خلاص، وعد مني إن شاء الله بإذن الله. طيب وش بنسوي اليوم؟ اليوم أدري كم بتكون طويلة ولا لا، لكن أنا أفكر أني أخلص موسم بسرعة، يعني بحلقتين ثلاث حلقات بالكثير. فوش بسوي؟ في طريقة جديدة بسوي هذه الحلقة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. بس قبل ما أكمل بقولكم شيء على السريع. بيكام ليجند فيها مشكلة، ها أنا تقريبا هذه من أحبب السلاسل اللي قاعد ألعبها الحين. ليه؟ أولا أنا قاعد أستمتع وأنا ألعبها، أقسم بالله أني أنتظر متى يعني تنزل الحلقة عشان أقرأ تعليقاتكم عشان أرجع ألعب. حلو، تفاعل فيها مرة خرافي، يعني مقاطع عادية عادة تجيب 300 كومنت 400 كومنت، هذه تصل 700 800 أحيانا. ففيها تعليقات، سو كذا لا تسوي كذا، ترى يعني تعطون معلومات وتحمسون، فهذا هذا مرة شيء يعجبني. لكن فيها مشكلة زي ما قلت لكم انها مشاهداتها قليلة. وبتقولون طيب شو المشكلة؟ في مشكلة على القناة نفسها، يعني تخرب احصائيات القناة نوعا ما. ف اللي حاب اوصل لكم، اذا انت تشوف المقطع الحين وحاب السلسلة زي ما انا حابها، ادعم السلسلة هذه بلايك، انشرها عشان يعني مشاهداتها تدعس شوي فوق زي باقي المقاطع الثانية، خصوصا في السلسلة هذه اتعب تعب الله لا يوريكم، لاني العب مقاطع العب يعني تقريبا بساعة ونص، والمنتجة خذ لك نص ساعة وساعة. فايب طيب، المهم راح نلعب اليوم ضد سانسيغيولو، هذا ترتيبهم الخامس في الدوري، فترتيبهم تقريبا قريب مننا وحنا حاليا متصدرين، بوريكم بعد شوية. راح نلعب ذي مباراة، بعدين راح نلعب ضد لازيو، بعدين راح نلعب بالتشامبيونز هالمباراة ضد ارسنال، بعدين راح نلعب ضد امبولي اف سي، هذا مركزهم الثاني يعني ورانا على طول، لازم نعطلهم، يعني راح نعطل امبولي راح نعطل سانسيغيولو هذا، بعدين راح نلعب نكمل برضو، في عندنا الشامبيونز ممكن نطمرها، في عندنا مباريات مهمه، روما نابولي، مباريات مهمه ان شاء الله راح تشوفونها في الحلقه. في شخص قال لي في سناب شات وقال لي في تويتر وحتى قريت كذا كومنت، المنتخبات مباريات دوليه لا تسحب عليها لانها تزود الطاقه. انا ما ادري ما خشت مزاجي الا يوم سالت شخص وقلت له اكيد هالشيء، فقال اني سالت خبير وقال فعلا. عاد بنشوف نلعبها، اذا حسينا ان فيه فرق راح نلعب مباريات المنتخبات ان شاء الله يعني. طبعا ايه زي ما قلت لكم هالحلقه راح اسوي فيها شيء جديد، اللي هو عاده انا يعني تقريبا في كل مباراه يعني اصور او اعرض، اوكي في كل مباراة عادة أعرض الأشياء المهمة، مثلا صكت في العارضة، هجمة ضاعت، أهداف، فبحاول أقلل اللقطات في كل مباراة باختصار، أقلل اللقطات في كل مباراة وباختصرها عشان تكثر المباريات وما تزود مدة المقطع. أحيانا تزود مدة المقطع للمدة التطفيشية، يعني مثلا 45 دقيقة ساعة الأربع، فيطفش منها الواحد ولقمنا هدف، أوكي وحنا قاعدين نسولف. طيب هذا الشيء ما يبشر بخير أبد، يا زبد انكم فهمتوا، بحاول اقلل اللقطات في كل مباراه عشان ناخذ اكبر قدر من المباريات في كل حلقه. زبد انا ابغى نفوز، اوكي تأنن شو تجرب، الله حلو. وبرضه هذا واحد من الشباب كاتب في تعليقات، ريان تأنن تأنن تأنن، تبغى توصل اللي تبغاه او تبغى تبغى توصل اللي تبغاه تأنن، هذا اللي سويناه قبل شوي، شتنا شوت وفزنا او جبنا هدف. سلام عليك يا هرنانيز، شوت، الله حلو حلو حلو، قاعدين نفوز يوفنتوس وقاعدين ندعس في الاهداف حقتنا. والله هنا كويس يعني هرنانيز خش على المدافع حقهم، قربنا من النتيجه الحين 2-0 2-1، رجعها لي برا 18 وشت باليمين هدف. سلام في كذا شخص برضه في الكومنتات، عشان تعرفون اني قاعد اقرا الكومنتات واعرف ايش قاعدين تقولون، متفاعل معكم زي ما انتم متفاعلين معي.
في كذا شخص يقول يا ريان لا اذا جيت تسجل هدف لا تشرح لنا الهدف، ترى قاعدين نفهم يعني ما احنا اغبياء. لكن انا احب يعني اوصف الهدف، ما ادري بس خلاص بحاول اقلل من هالشيء. يلا فهم برسي تكفى. اوكي ها اتسلل، لا والله متسلل بس قهر ما جت. اوكي انت شو طلوت 2-1 كانوا متقدمين علينا وقلبناها. اوب اوب الله يستر تكفى يا خضير خش. لا 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 الهدف هدف لهم. يا الله يا القهر ياوك والله ابدا ما بيتعادل. في ارضنا المشكله المباراه هناك. روح لا يا اخي الله الهدف يقطع ام الهدف يا شيخ. صح تعال تعال انت يا طبور طبور صح عليكم صح والله الهدف جامد 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 يعني من الاهداف الكويسه. اما ما نبي شارح لكم الهدف عشان ما تزعلون. والله كويس اخي ما ادري احس لازم اشرح زبده. هدف كويس ما غطت الحارس شرحت الهدف خلاص. طيب 3-2 جبنا هاتريك. والله اني قايل الهاتريك مع يوفنتوس سهل جدا، وهذا كسر مقولة ان بس الهاتريكات على الاندية الضعاف. لا هذا فريق في مركزه خامس ويبعد عنا نقطتين على الصدارة بس. ايه فابدا فريق مو ضعيف اللي ضدنا. مركز يخلص مشي كورة يا اخي روح هنا. الله صبر هاتريك صبر هاتريك. قاعدين ندعس قاعدين ندعس ضد فريق مركز الخامس في الدوري. حلو 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 هات خذ تو مع مدري مين بس كويس خلاص حين طلعني سوي اللي تبغى اصلا خلصت المباراة خلاص. فزنا على الفريق هذا سانس جيولي ما ادري ايش اسمه 4-2 في ارضنا كويس. بس والله شوف الكمباك كانوا 2-0 على 2-0 اي 2-0 لا 1-0 ثم 1-1 ثم 2-1 بعدين 4-2 وخذنا تصنيف 8.5. احس خلاص 4 اهداف في مباراه واحده ما عاديه لاني قد جبت اعلى منها. خلينا نشوف. المهم روما فاز على وايت ريد، انتر تعادل كالعاده. اوكي لاتسيو فاز اوه فاز على امبولي حلو. باقي نابولي، نابولي فاز. خلينا نشوف الترتيب الحين. حلو شوفوا امبولي وين وصل الحين رابع. وسانس قالي هذا كانوا خامس نزلناهم الثامن. الحين اللي ورانا على طول روما ونابولي وبرضه امبولي. هذول كل الانديه الثلاث هذه راح نباريهم. اوكي جتنا طاقه جديده 84 حلو. هالانديه راح نلعب معهم. طب راح نلعب ضد لازيو اللي فازوا على امبولي. راح نلعب ضد الثلاث انديه هذه في هالحلقه لازم نوقفهم نعزز ام الصداره. طيب في شخص وكذا شخص والله يقول ان ريان حاول في برشلونه ريال مدريد لان قاعد احاول ذيك الفتره ولا دخلوني معهم. كنت الظاهر 81 او 82. في كذا شخص يقول انا في السبعينات خشيت 79 اللي يقول في 82 خشيت. فحاول بس حاول حاول لكن تفتح فتره انتقالات قريبه لكن ما ودي اروح لاني خلاص لو تلاحظون مع يوفنتوس ما شاء الله مره داعس هدافهم وهداف اللي هداف يعني السيريا اي يعني وضعي تمام. ويلا اسيست اسيست يا فان بيرسي يا بطل سلام عليك. ايه صح عليك يا فان بيرسي هدف في بدايه المباراه فماشي كويس مع يوفنتوس وان شاء الله باذن الله معهم الكاس راح نحقق الدوري قصدي. يا الله على هات وخذ يو يا القهر شوف كم مناوله صارت يا حط رجله في مكان غلط. يلا يلا مالي 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 والله تكتكه تكتكه نبغى نجيب كذا هدف عشان نضمن الوضع. خش عليه عاد لا 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 صح يا نيتو يا بطل يا اسطوره يا خليفه بوفون. كني فليت شوي سلام عليك ماركيزيو جرب شوت اوه عارضه يا القهر
ياه والله حطها لي صح، بس شتها شات غبية معوقة وأنا واقف، سكت العرض ثم سكت فراسه وطلعت ركنية. يلا يا رب أخي، آخر مرة سجلنا هدف برا. أوكي يذكرني واحد الله ياخذ. صح يا فان بيرسي، روح مرة ثانية، هدفك أسس ثاني، هدفك أسس ثاني. صح 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 يا أخي، عند الفينيشنج عند فان بيرسي أسطوري 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 مرة حلو. يلا نحاول نجيب فان بيرسي كذا هدف بعد، خش عليه. صح عليك يا أسطوري، طير أنت بعد. نكب أم الحارس، طلعوا يا عيال إيش تسوون. أخيرا وين نلقم هدف ما له داعي في نهاية الشوط الأول. طيب وين؟ روح هناك، ارجع لي فان بيرسي، روح فوق، محجر لك والله، بس يلا عافية. اخطفها ريان، شوت. والله اني ضاغط دائرة، والله اني ضاغط دائرة بس ما جت. قلت شو ذا الشد، هرب، ارفع زي الناس رحم والديك. هدف بالراس، من زمان ما سجلنا. اوكي سدحنا ام الدفاع لكن ما قدرنا. افا لقمنا هدف، مو مشكلة، كويس انه جايبين هدفين. صح عليك، صفر حكم. يا سلام، فزنا في الجولة اللي ما ادري كم، بس فزنا 2-0 2-1 في ارضهم بين جمهورهم. فان بيرسي اخذ 8.0 الريتنج حق المباراة، يستاهل، جاب هدفين وكلها اسيست مني. طيب سانس جوليت سانس جولو ما ادري ايش اسمه، امه فاز على روما. يا اخي اعطونا هدية سانس جولو ذولي، لان روما كانوا ورانا على طول. بس خلينا نشوف نابولي ايش صار عليهم، وبرضه امبولي خسروا. نابولي وين نابولي؟ نابولي فازوا 4-1 الله جلد. يعني احنا بالصدارة الحين 27 نقطة، ورانا على طول نابولي. روما الحين بعدوا عنا بسبع نقاط تقريبا، 7 8 9 22 23 24 25 26 27 يب. زدنا طاقة، صرنا 85، وش ذا الحركات؟ الحين زدنا طاقتين في المباراة ولا طاقة واحدة؟ احنا قبل كنا 84 ولا 3، تراني منلحس والله منلحس. طيب راح نلعب ضد تشامبيونز ضد ارسنال. طبعا ذي المباراة في التشامبيونز راح العبها، اللي بعدها راح اسوي سكيب لنا ضد بروسيا ام جي، وحنا ضامنين تاهل خلاص، حنا متصدرين المجموعه ووضعنا تمام. عطى عطى عطى، طب عطني انا، هي بالراس، وش ذا الراس ابو كلب، لو انه شايت على الطايره اقوى. هناك يا ماركيزيو، سلام سلام يوس، حرام عليك سجل. وش ذا الهدف، وش ذا الهدف اللي ما ادري كيف جاء، والله عطيت على طبق من ذهب على قولتهم. شوف عطيته 3 مربعات تجيك كذا سريعة، والله مراته غبي مضيعها هذي. وش ذا، لا من جد ايش هذا الكلام. شوملز وتشيك والله حفلة حفلة حفلة. حلو التكاكة، ولولولو وش هذا، وش هالحركات، تعلمنا حركة جديدة. لأني قد لمحت واحد كتب لي في تويتر الله يعطيه العافية، والله ناسي اسمه، ولو تشوف الحلقة الله يلاهينك ارسل لي مرة ثانية كل اللي ارسلته، ارسل لي مرة ثانية كل اللي ارسلته، ارسل لي اشياء واجد، كيف تمثل، كيف تمدري ايش، بس نسيتها والله، ولا حتيت مفذرة للتغريدة. الطاير يا اخي وش يسوي ذا براسه. اوكي انت الشوط الاول 1-0 لنا. ديم دان فاول كابتن حكم، والله حركه جامده، يبينا نسجل هدف فيها، والله يبينا نسجل هدف فيها. حلو ضايقه، وشو اما بلنتي، وما توقعت انه يجي بلنتي. اوكي عندي امل انهم يضيعونه، او مو بلنتي بعد، كويس. هوبا والله شبكها مين، سانشيز، لا والله مو سانشيز، ويلشير. والله نايس نايس جول، هنشوف انا يا اخي ليه ما انقزت. الله يبشر ابليس، طول على غير سنه. العب يا الحركه، وش قليتها فيفا ستريت، مو فيفا، مو قصدي بيس ستريت، ايش قاعد يقول
حلوة روح مراتا هدفك يا أخي، وش قاعد تسوي؟ شوف الفرق بين مراتا وفان بيرسي، فان بيرسي تجي الكرة زي كذا شوت على طول فينش. أوكي صح يا حارس، كنا بنخسر يعني. إيه حمسهم، كنا بنخسر لشوي، نقطة أفضل من لا شيء. هذا إذا ما جه فلان أصلاً. أوكي طلعنا طب بديبالا. أوكي انتهت المباراة 1-1، أرتيتا يصفق ما أدري ليه. خلونا الحين ننسى الشامبيونز ليج ونرجع للدوري. رحنا ضد إمبولي بس إنهم مساكين يعني، نزلوا ترتيبهم نزلوا واجد. ولو تلاحظون تصنيف الأهداف 15 هدف في الصدارة، بعدي اتش كين ما أدري من هو، هاري كين ولا واحد ثاني. يا أخي أنا كل المباريات عندي مهمة، بس عشان أكون معكم صريح، لازم المباريات اللي في البداية أثبت نفسي، أسس نفسي، بعدين ما عندي مشكلة أتعادل أخسر في مباراة، أنا ما ودي أتورط في النهاية. يمكن تجي منها هدف. يوه طب واحد يكملها راس ولا شيء، والله كانت حلوة، كنا نسجل هدف أسطوري. تمام كذا لاعب جرب شوت يا جنب العارضة، يقطع من القهر. حلوة راسك تكفى يا كبير يا فان بيرسي. يا الله والله يا أخي يبرد القلب ذا فان بيرسي، والله يبرد القلب. ضربت بزيادة منه، يا سلام يا مشكلة ما فكيت سبرنت شوي، صارت ضعيفة مرة لأنها بعيدة. فوق 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 ايوه حكام، يا والله كنت بشوت شت بس انها صكت في رجله. اوكي كويس فزنا المباراه، ما ادري كيف الحمد لله ان يعني سجلين هدف في بدايه المباراه من فان بيرسي، ولا كان جبنا العيد وتعادلنا لانهم كانوا مسكرين صح، ولا قدرنا نسجل بعدين. طيب نابولي فاز كالعاده، روما فاز، بس هذا اللي كنا نبغاه نعرف هذولي اول ثلاثه. طيب انا انتظر مباراة ضد روما ونابولي، هي المباراتين اللي بتحسم، فانا انتظرها. الحين راح نلعب ضد ذول الفريق. سلام روح فان بيرسي، جرب شوت على الطاير. اوه قويه قويه باليسار، يوه جرب، الله في نهايه الشوط الاول صح. شوف نيلتي متوسقه تمردغت بالأرض يا رجل. نهاية الشوط الأول خلاص بصفر الحكم. كويس 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 فان بيرسي، شوف شو سوى، ماشي ما عدت الأولى بس قدر وصلها لي بأي طريقة. عد ما أقدر أتكلم عن الإنهاء عندي، مش ممكن يعني، ما شاء الله الله لا يضرني. خلاص صفر يا حكم، كويس 1-0 الشوط الأول. يا أخي ما أدري ليش يصفقون ذولي مع نهاية كل شوط، إيش فيهم؟ والله غريبين اقسم بالله. الله يستر الله يستر. لا ايش تسوي يا الحمد لله، جرب شوت يو جنب العارضه يا اوكي. تأننت ومن حقه تأنن، كانت مساحه جامده شتى. حلو فزنا مباراه، والله قاعدين نفوز مباريات صعبه صعبه يعني، 1-0 بالقوه ما ادري ليه، والله العظيم ما ادري ليه. طيب نابولي فاز على لاتسيو، روما فاز على امبولي، يا الله والله ورانا روما ونابولي. ميلان بعد قاعد يدعس شوي بعد فرنتينا وانتر. طيب الحين عندنا مباراة ضد روما، يا رب اني العب، انا خايف اني يقولون اشوش وتوقعت عندي كرتين اصفرين. الحين لو ألعب ناظروا الجدول، لو أخذ كرت أصفر هنا ما راح ألعب ضد نابولي، فعشان كذا بلعب سيفتي على طول. مباراة التالية راح ألعب بدون تكسير إن شاء الله، مع إنه والله التكسير يفيد تأخذ كور تسجل أهداف، لكن لازم ما خاطر عشان ألعب ضد مباراة نابولي، ونابولي ما ودي أسوي سكيب فجأة نخسر وتصدرون وحنا من الصبح قاعدين نجمع نقاط. يلا في ملعبنا لكن العصرية، ما قيت إلا ذا الوقت. اوكي يا رب ما انسى وما اكسر. اوكي
والله العظيم هذه حاولت اني اضمنها واضبطها، كنت بانفرد بها لكن رجع لها على طول. ابغى واحد معي، روح برفع لك. ها تكفى سجل، تكفى جرب يا اسطوري يا فان بيرسي. يا الله كويس كويس كويس، والله نحتاج الهدف ذا مره. انحشرت ما اقدر اسوي شيء، ما عندي احد. هذا المهاجم الفذ، ما ادري مدحته بزياده بس والله ما وفي حقي. شوف ما قدرت اسوي شيء، مغطين علي صح. شوف بس طلبها اعطيته بس مربع خش من بينهم في الزاويه بعيده. هذه مو بيبيلها وصف الهدف، بيبيلها وصف وما ادري كل شيء. بس والله يا اخي فان بيرسي خرافي. يعني انا قاعد العب مع فان بيرسي، ما ادري اذا لعبت مع سواريز ولا ميسي ونيمار ايش بيصير. ما اتوقع ما راح العب مع سواريز، بيطلعون سواريز لان افضل منه يعني. اوكي احد عنده اعتراض؟ الله يستر. لا اخ تزيك وجاب هدف، والله ما كان بيجي بس جابه. اذا تعادلنا مع روما بدرعم نابولي. شوف والله ما كان بيجي سكت. كان بيخلص بونوتشي لكن سكت في نيتو. يلا ما عليه. اوكي 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 لازم ابدا في المباراه هذه. اوكي انت الشوط الاول 1-1 استحواذ لهم 75%. يا حبيبي 89 فوق، تكفى فوق او هات رح فان بيرسي. اوه لو ضبطت اشو انه مو بصفر. الحمد لله اشو انه مو بصفر. كم ما لعبنا نابولي عاد ما لها داعي اصفر ذاك المباراه، ما لها فايده. اوكي تعادلنا مع روما، والله شيء يقهر في ارضنا يا اخي. المفروض ان احنا ضاغطينهم، مو ضاغطين. شوف كم نسبه الاستحواذ. نابولي تعادل، يا سلام حلو، شيء كويس. ولا كان هو الحين متصدر ترى. طيب الحين راح نسكب، سوي سكيب البروسي ام جي، ما لها فايده متصدرين وغالبا بنفوز، يعني غالبا بنفوز. بسوي السكيب عشان على طول العب مباراه نابولي. او تعادلنا ما زلنا في الصدارة. او قرعه جوله التصفيات الاولى، الحين بسوي قرعه التصفيات. طيب يوفنتوس مع فيانوروت، ما ادري منهم ذولي، في ارض مين؟ في ارضنا ولا في أوه في ارضهم؟ الله يستر، اقسم بالله الله يستر. والله لازم 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 نفوز عليهم كذا، بنخليهم يعني بنتصدر بفرق حلو ونروق فيه ما نلعب بضغط. اخذنا الكرة. يلا روح فهم سجل. اوكي كلجنا بس اهم شيء نسجل ما نتأنن. اوكي زاويتي كانت غلط، على طول اعطيت فهم برسي. الحمد لله ان سجلنا. اوكي اهم شيء ان سجلنا. يا الله كذا كوعلي، بغيت ما اقدر يعني، بغيت ما اخذها فان بيرسي طلبها، والله ما ردك روح. اهم شيء نفوز. نابولي ذول يا ابوي، هذه مباراه العمر، هذه مباراه اللي تحدد مصير اللي بيتصدر وبيتربع على العرش. يا سلام اوفر، هي كمل يا بطل. نتقدم على نابولي في الشوط الاول في اول 30 دقيقه 2-0. الله شيء خرافي. ياو كانت بتكون 3-0 قبل شوي. تدرون وش احس؟ داخلين مباراه روما وحنا مرتبكين وكذا، لا عكس المباراه هذه. صح ان كنا مرتبكين بس شوف الهدف الاول خلانا يعني نروق. اوكي انت المباراه كامله 2-0. حلو وقفنا نابولي. طيب نابولي خسر على يدينا، انتر فاز 4، ميلان فاز 2، روما فاز 2. اوكي يعني الحين الترتيب كالتالي. اوه ميلان صار الثاني، ميلان وروما ونابولي نفس النقاط، يفرقون عننا 5 نقاط. ف كويس كذا وسعنا الفارق وكذا وضعنا تمام. طيب الحين راح نلعب برضه مباراة مهمة. ضد مين؟ ضد الثاني في الدوري الوصيف. احنا متصدرين راح نلعب ضد الوصيف. حكم يا بالله خلوني اشوت يا اخي، خلوني اشوت.
يا الله يلا جرب جرب تكفى. اوه والله حارسهم لوبيز الله الهدف صح صح يا ركيزي وتوقع يب والله حاولت يب حاولت كابتن حقنا حاولت اوزنها بين التسلل والتسجيل والانطلاقة بس كويس كويس مع ان لوبز يا اخي طويل لاني ما غطته وشوته جاي قوية فما له عذر. ايش فيني انا اوب 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 ايش الحركات اوبس 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 تكفى غلطة واحد بس ما ادري من هو حسبي الله عليه هنا هنا هرنانيز وش تمناولة ليش ترجعها ورا يا غباء غباء طلعوا يا اخي طببوا بيريرا ولا حلوة بيريرا روح يا اسطورة روح لا يا اخي ليش ترجع لي ليش ما قلت لك رجعها ولا طلبتها ولا سويت شيء كان فاتح لك فان بيرسي كان يمديك تخش يا اوكي لا 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 لا, لا تكفى تكفى مين او السلام عليك يا نيتو اخ ما ودي اطلع من ميلان متعادل والله ما ودي كل يا سلام عليك يا سلام ابشر بالهدف ابشر بالهدف اوكي ليتني متقدم الله يا اخي ام الحالة يا شيخ والله ماش 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 يعني خسرنا بتكون هذه غلطتي لان هذه الهجمة ما تتفوت من فان بيرسي الله يا حرام خذلت الفريق بذي الهجمة اعذروني والله والله تقهر تقهر الهجمة تعادلنا والله كان ودي افوز والله والله كان ودنا نفوز على الهجمة الأخيرة ما كان لها داعي أنا كنت أفكر أسوي فينس شوت ولا أمزع طيب روما تعادل مع نابولي يا سلام مش أحسن من كذا هدية كأنه ما صار شيء نفس الترتيب نفس كل شيء لو على الأقل نابولي فاز ولا روما كان دعسه الحين فشيء حلو عموما يعطيكم العافية على المشاهدة بدينا الحلقة بصدارة ونهيناها بصدارة برضو في الأهداف بديناها بصدارة ونهيناها بصدارة وخلونا نشوف ايش بس نسوي في الحلقه الجايه الحلقه الجايه عندنا برضو الجوله 18 في الدوري الايطالي راح نلعب ضد هلا فيرونا ما ادري مين مركزهم 15 يعني سوى احد الفريق بعدين راح نلعب ضد سامبادوريا بعدين يوم افتتاح فتره الانتقالات ما راح انتقل ولا نجرب انتقل لان حتى لو بحاول في برشلونه افرض انهم قبلوني ما ودي اسوي اي شيء بكمل مع يوفنتوس لين انهي الموسم باذن الله ناخذ معهم الدوري. طيب بعدين راح نلعب ضد اتلانتا بعدين نبدا الكاس في هنا الكاس كاس ايطاليا الجوله الثالثه من مباراه الذهاب راح نلعب ذي المباراتين ثم اعلان افضل لاعب ونكمل الدوري الايطالي بعدين الحين هنا كاس ايطاليا ربع النهائي مباراه الذهاب كاس ايطاليا ربع النهائي مباراه الاياب بعدين شويه الدوري الايطالي بعدين نهائي الكاس بعدين عد مباراتين منتخب راح نلعب ضد برازيل وضد اسبانيا طيب هذا اللي بيصير يعني في حلقه جايه ثم بعدها من هنا نبدا بعد المنتخبات راح نلعب من هنا لين نهايه الموسم فيعطيكم العافيه على المشاهده كما معكم كريم